السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الحلوى اللي راهي دايره ضجه في الاعراس والمناسبات. هذه راهم يديروها في بلاصه القريوشه، لكن هذه جايه بريستيج ومعمره وتحمر الوجه. اذا اول مره راكي تشوفي في القناه نقول لك ما تنسيش تشتركي في القناه وفعلي الجرس هكا باش توصلي بكل ما هو جديد، وما تنساوش تخلوا لي لايك للفيديو وتعليق يكون شباب. نبداو بسم الله على بركه الله في المكونات. هنا عندنا 125 غرام تاع الفرينه، 40 غرام تاع المارغارين دايبه، لافاني، صفار بيضاء، زوج مغارف كبار تاع جلجلان، ورشه ملح، والماء زهر باه نلمو العجينه. في اخر الفيديو نقول لكم المقادير هادو شحال خرجوا لنا من الحبه والسعر البيع. هنايا في الاناء اللي نخدمو فيه نغربل هذيك الفرينه، نزيد لافاني، رشه تاع الملح، الجلجلان ما هوش محمص، ما لازمش نديروه محمص، لازم نديروه ابيض. نخلطوا مليح هاد المكونات، من بعد نزيد هذيك المارغارين اللي كنا ذوبناها وخليناها تدفى، ما نديروهاش حاميه. يا نديروا المارغارين يا نديروا السمن ولا زبده التوريغ كيما تبغوا. هنا نبسوا هاد المكونات مليح كيما شغل رانا نديروا في عجينه تاع قريوشه. وهاد الحلوه كيما قلت لكم راهي طوندونس في الاعراس، في بلاصه القريوشه راهم يديروا هذه لانها بريستيج وتحمر الوجه وتجي محشيه، تتقدم مع لاتاي. هنا زدت هذاك صفار البيض ونبدا نلم في العجينه تاعي. هنايا الماء زهر على حساب النوعيه تاع الفرينه وعلى حساب الكميه. انا هنا ما داليش بزاف الماء زهر، والماء زهر نضيفوه بالتدريج. تبغوا تلموها بالماء وماء زهر ولا بالماء زهر، انا درت الماء زهر لخاطر عندي صفار البيض في العجينه، ما بغيتش تجيني هذيك الريحه تاع الصفار في البيض كي ياكلوا القاطو. نخدمها مليح كما راكم تشوفوا، نعجنوها مليح مليح ونعطوها قدرها الكافي تاع الماء. من بعد كي نخدموها ونجو نحلوها ما ديرناش تبداش تتشقق العجينه هذه. تبغوا تخلوها تريح كيما تقولوا تخدموا بها مباشره. شوفوا هنايا عجنتها وهذا هو القوام تاعها، عجينة طريه ما هي يابسه ما هي جاريه بزاف. نخليها على جهه. هنا غادي نستعمل مول تاع السيكار. هنايا نحل العجينه، السمك تاع العجينه ما يكونش خشين ما يكونش رقيق، يكون متوسط باه الحبه تاعنا طيب لنا مليح مليح، ما تجيناش خضره من الداخل. نسقم العجينه تاعي. وهنا انا اللي مول تاع السيكار اللي مستعملتهم، اللي مستعمل السيكار الصغير هذا، كاين الحبات الكبار يعني لي موديل كبار، تبغوا تخدموا بهم خدموا بهم. هنا نقلع الحواف نخليهم على جهه ونلف العجينه تاعي على السيكار، ومره على مره نسقم لها الجوانب. هذه الطريقه كنتو شفتوها معايا في الحلوه تاع بريستيج، ثاني غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هنا نلوي العجينه على السيكار تاعي دوره ونص باش ما تجينيش خشينه، ونقطع الزائد بهذه الطريقه. هذيك الفتحه نديروها لتحت ونغلقوا عليها مليح مليح، ونسقم الحبات تاعي بهذه الطريقه منو من هذه الاطراف. من بعد كي يطيبوا كي نجيو نديموا لي الحبه ما غاديش تخرج لك، غادي تتكسر. اش غادي ندير؟ نقلع هذه الزياده منها واحد نص ميم با 4 سنتيم هكا، نقلعها منو من ونسوي العجينه ونكون كملت الكميه اللي عندي. انا غادي نكمل بنفس الطريقه من بعد نعاودوا نتلاقى. حلوة تاعي بعد ما كملتها كما راكم تشوفوا هنايا، شعلت الفرن على 160 درجة، ندخلها الفرن طيب مدة 5 دقائق حتى 7 غير تنشف، ونخرجها ونخليها تبرد. هنا نجو للمقادير تاع الحشوة. هنايا ديت 40 غرام تاع كريمة سائلة، عندي هنايا 60 غرام تاع شوكولاتة بيضاء، عندي 30 غرام تاع البخالان. هنايا بما انه العجينة فيها الججلان درت لها 40 غرام تاع الطحينة تاع السمسم تلقاوها تتباع، 50 غرام تاع حلوة الترك، 50 غرام تاع نيسلي كراميل، نص مغرف تاع الجليكوز، مغرف صغيرة تاع مارغارين، وعندنا رشة تاع الملح. هنايا في إناء غادي نديرو هاد المكونات على بان ماغي ولا حمام مائي، نحط الشيكولا بيضة، الكريمة السائلة تكون خاصة بالحلويات، عندنا هنا هذيك المغرف الصغيرة تاع المارغارين، نضيف عليها نص مغرف تاع صغيره ماشي كبيره تاع الجليكوز. هنا لازم الجليكوز هذا باه يعطينا هذاك التعلاك في الحشوه وتجينا بنينه وتقعد معنا مده طويله. نزيد هنايا انا هنا استعملت بخالان تاع الكاوكاو، تبغوا تخدموا بالبخالان تاع اللوز ديروا. وهنايا زدت الطحينه تاع السمسم اللي تتباع في المحلات،
تلقاوها اللي يبيع لوازم الحلويات، نخلطوا هاد المكونات مليح ونحطهم على بال ما غير حتى يذوب لنا هذيك الشيكولا والجلوكوز وينسجموا المكونات. هنايا نخلط انا، هنا بقات لي شويه تاع الطحينه كشغل ما دابتليش سوا سوا، غادي نزيد نذوبها. من بعد هنايا نضيف نيسلي كراميل، انا هنا نيسلي اللي خدمته في الدار، غادي نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، ونخلط مليح مليح كما قلت لكم حتى نذوب كامل المكونات. هنايا عندنا 50 غرام تاع حلوى الترك، حلوى الترك ندو حلوى الترك اللي تكون طريه، انا هنايا شويه ما عجبتنيش شراوها لي بصح يابسه، مهم سلكتها باش نشارك معكم الفيديو. هنايا نعاود نخلط مليح المكونات، اذا ما دابت لكمش حلوى الترك في هذيك الحمان تاع الكريمه عاودوا ديروها على الحمام المائي بصح خارج على النار، يخلوا غير ديك الكسرونه اللي يكون فيها الماء حامي وفوقها الحشوه. نبقى نخلط مليح مليح كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على حشوه تكون متجانسه. هنا نسيت ما قلت لكم، زدت لها قرصه عفوا تاع الملح وخلطتها مليح ونخلوها تبرد، لازم تبرد. الكاطو تاعي هنا بعد مرور 7 دقائق خرجته كما راكم تشوفوا، شوفوا اللون تاعه كيفاش، هنا الطابلي غير من تحت، من الفوق مازال وراه ابيض. نخلي الكريمه تاعي شوفوا عاود ذوبتها، خليتها على جهه ونديروها تبرد من الافضل. هنا في مقله حطيت الزيت يحمى، ونجيب نحط هذيك لي سيغار تاعي نحطهم في الزيت، نحطهم بهم بالمول لاخاطش العجينه مازال ما يشاد روحها 100%. نخليهم حتى يطيبوا ويتحمروا، نقلع هذاك المول بعد ما يبردوا بطبيعه الحال. هنا اللي بغيتوهم محمرين كثروا، حمروهم يعني طيبوهم مليح، بغيتوهم هكا يبقاو بيضين كما تبغوا نتوما، المهم هما يطيبوا حمرين بهذاك الججلان يطيب مع العسل، يجوكم هذاك هما لاكولور تاعهم. وهاد العجينه صار لها كيما عجينه الكريوشه، نعاود نذكركم الا خفلتوا عليها غادي تنحرق لكم بكل سهوله. هنا نبقى نقلب فيها مره على مره كما راكم تشوفوا، وهنايا نبدا نقلع في الحبات اللي كانوا طابوا، غادي نكمل نقليهم من بعد نعاودوا نتلاقاو. هنا كما رانا نشوفوا بعد ما خليتهم بردوا دي موليتهم ليمول، فرغت عليهم هنا حسن اللي يكون دافي، ما زدتلو حتى حاجه، دفيته فوق النار برك، ما نزيدولو لا مازهر لا والو، نخليهم يشربوا الحسن لمده 10 دقائق. هنا كما رانا نشوفوا بعد ما عسلتهم خليتهم قطروا من الحسن، هنا الكريمه تاعنا شوفوا كي تشد روحها، عاد انا مازال هنا راه عندي الحمان لازم تخلوها تشد روحها مليح مليح. هنايا ندو لي سيغار تاوعي وهذيك الحشوه درتها في لابوش، ونعمر من الجهتين باه من بعد كي ناكلوا الكاطو نلقاوه من الجهتين، بصح هذه الكريمه ما غاديش تشد لكم تقعد شاده روحها، جايك شغل معلقه. هنا منو من الجوانب درت لهم شوكولاته بيضاء ولا شوكولاته بالحليب باه نبلع هذاك الحشوه، ودرتهم هنايا في الجلجلان، تبغوا ديروها الفايتين تبغوا ديروا لها في الحبيبات تاع الشوكولاته كيما تبغوا، يبقى لكم على حسب الرغبه تاعكم. انا هنا عطيتكم فكره تاع التزيين وانتم زينوا كيما تبغوا، الكاطو هذا ما عندهاش زعما تزيين هكا معين. هنا غادي نكمل ونديرها في الثلاجه تبرد تشد روحها ونعاودوا نتلاقاو. هنا بالنسبه للتزيين تاع هذا الكاطو، هنايا ديت هذا الورق الذهبي راه يتباع بجميع الالوان، ذهبي فضي كيما تبغوا نتوما اللون اللي تبغوا. هنايا من البريستيج تاع هذا الكاطو يغلفوه بهذا الالومنيوم باه من بعد كي تقدمي الكاطو هذا اللي ياكله لي زانفيتي تاعك اللي ياكلوا الكاطو هذا ما غاديش يديهم تتعمر بالحسل. شوفوا هنايا نقسم الورقه على زوج ولا على ثلاثه كيما تبغوا، ونغلفها بهذاك الالومنيوم ونضغط عليه مليح باه يلصق لكم على الحبه. هنايا هذا هو التزيين تاع هذا الكاطو، ولا تخلوه هكا وتقدموه تبقى لكم على حساب الرغبه تاعكم. انا غادي نكمل نزين كامل الكاطو اللي عندي، من بعد نوريه لكم جاهز ان شاء الله في صحن التقديم مع كامل التفاصيل. الكاطو تاعنا كيما رانا نشوفوا راهو جاهز، هذا هو الشكل النهائي تاعو. هنايا التزيين يبقى لكم على حساب الرغبه تاعكم نتوما. هنا بالنسبه للمكونات تهم لكم يخرجوا لكم 15 حبه، اما بالنسبه للمقادير الحشو يعمروا لكم حتى 20 حبه تاع السيجار. سعر البيع من 7000 حتى 8000 للحبه. هنا غادي نقسم لكم حبه باه تشوفوا القوام تاع الكريمه من الداخل والعجينه كيفاش تجي طريه ومبسه، وهذو هما المقادير تاعهم لكم بالتفصيل بالنسبه للعجينه وبالنسبه للحشوه. هنايا غادي نقسم معكم حبه، هنايا شتو هذاك الالومنيوم كيفاش يسهل عليكم العمليه، خاصه الا كان عندك عرس ولا حفله ولا مناسبه. هنا شوفوا القوام تاع الكريمه كيفاش يجي معلك، قد ما تقعد قد ما تشد روحها اكثر واكثر. هنايا شوفوا العجينه تاعنا كيفاش جات طريه وتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يعجبكم، نقول لكم ما تنساوش تدعموني باللايك اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. ما تنساوش تشاركوني تطبيقاتكم عبر صفحتي على الانستغرام اللي غادي تلقاوها في صندوق الوصف. نقول لكم الى الملتقى في امان الله، سلام.